مرحبا يا تامر، وعليكم السلام يا غزل. أهلا يا تمام نور، أهلا يزن. مس غادة مو مس غدير، غادة مشتاقة يا تمام. انتو كيفكم؟ لا عادي يا مس، كيفكم يا تامن؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. تمام يا غزل، تكرمي، تفضلي يا غزل. أنا اشترت. مرحبا، أهلا يا مس. بس هلا أنا بكرة علي امتحان، وصراحة كنت بدي أسألك عن القصيدة. نعم، هلا أسأل هسا ولا بآخر الحصة؟ بأي قصيدة؟ عادي ما في مشكلة، اسأليني هلا. في وصف الغروب. نعم، إيش سؤالك فيها يا غزل؟ دقيقة بس. مساء الخير يا رند. تمام، مبارك. مس هلا كنت بدي اياك تشرحي لي البيت الرابع لاني ما كنت فاهمه. تمام، ثواني، اقرأي لي البيت يا مس. مزحانة في نصف النهار دلوكها هبطت تزيد على النزول نزولة. ممتاز. مذحانة في نصف النهار دلوكها، دلوكها يا مس اللي هي وقت انحراف الشمس إلى المغيب. بدأت اللي هي إيش الشطر الثاني؟ هبطت تزيد على النزول نزولة. ممتاز، هبطت تزيد على النزول نزولة. الآن بيحكي لك الشاعر يا مس في البيت الرابع إنه لما يبدأ وقت انحراف الشمس إلى وسط، اللي الآن مش الشمس بتكون أساسا موجودة في كبد السماء، وكبد السماء اللي هي وسط السماء. فلما تبدأ هاي الشمس تنحرف من كبد السماء، من وسط السماء إلى نحو الغرب، إلى جهة الغرب، تبدأ إعلان نهاية هذا النهار، لكن بشكل متسلسل وتدريجي. إذا لما يحكي لك دلوكها اللي هي وقت انحراف هذه الشمس نحو الغرب، فلما تبدأ بانحرافها إلى نحو الغرب من وسط السماء إلى جهة الغرب، تبدأ إعلان نهاية هذا النهار، ولكن بشكل متسلسل وتدريجي. شكرا يا مس. عفوا. طيب تمام، هلا أول شيء كونه نحن حصة جديدة، ممكن يكون برضو معنا طلاب جداد. بداية مرحبا، أنا مس غادة، معلمة اللغة العربية لطلاب الصف السادس والسابع والثامن. كونه نحن عارفين الأغلب إنه نحن دائما بحصص تفاعلية أسبوعية بنشرح فيها يا مس القواعد أو الدروس أو أي سؤال أنتوا كتير مستصعبينه. هلأ كونه أنتوا عارفين إنه نحن حصة ساعة واحدة في الأسبوع، فبالتأكيد يا تامن إنه ما راح نغطي كل شيء. أنا بحاول قدر الإمكان إنه أغطي المادة كاملة. اليوم بإذن الله راح أختم كتاب القواعد كامل معكم. راح نبدأ بالمفعول المطلق، لكن قدر الإمكان حاولت أيضاً أغطي القصائد الموجودة في كتاب المهارات. بس هلأ أنتوا عارفين إنه باقي المادة بتكون موجودة بالفيديوهات على المنصة. بس هلأ الخبر الحلو، اليوم يا تامن عاملين المنصة يوم مجاني كامل. هلأ أي امتحان عندكم بكرة أو أي مادة أو أي سؤال أي درس مو عارفين الشرح الصحيح إله، أو المعلم والأستاذ ما وصلوا لكم المعلومة الصحيحة، بإمكانكم تدخلوا على فيديوهات المنصة. اليوم مفتوح لجميع الصفوف مجاني من الصف الرابع إلى التوجيهي يا تامن. يعني حتى إذا بتعرفوا أصدقائكم إخوانكم كذا،
الفيديوهات كلها مفتوحة مجانية، بالإضافة إلى أسئلة المراجعة، أسئلة نهاية الفصل، فيديوهات شرح الأسئلة، المسابقات، الألعاب، كل شيء مفتوح مجاني على المنصة فقط اليوم يا ساد يا تامن. هلأ أنا اليوم إن شاء الله بدي أشرح المفعول المطلق، قاعدتنا الأخيرة في كتاب القواعد، علشان ناخذ راحتنا برضه في كتاب المهارات. هلأ إحنا تقريباً بعد نص خمسة رح يبدأ أول أسبوعين يا تامن مراجعات مكثفة للمادة كاملة. هلأ ليش المراجعات؟ يعطيكي ألف عافية، ممكن تعيدي شو حكيتي؟ تمام، يعطيكي أنت ألف عافية يا ديما. هلأ بحكي لكم إنه اليوم اللهم صل على سيدنا محمد، الفيديوهات وكل شيء موجود على المنصة من أسئلة، مراجعات، شرح دروس، ألعاب، مسابقات، كل شيء على المنصة مفتوح. مس أنا مفتوح مجاني أيضاً، يعني بس أنا مشتركة بس مش قابل يفتح، إيش أعمل؟ تواصلي مع الدعم الفني يا تمام. طيب هلأ حكيت لكم إنه من بعد شهر، من بعد نص شهر خمسة إن شاء الله يا تامن رح نبدأ بالمراجعات المكثفة، مراجعة للدروس كامل السابقة اللي رح تكون بإذن الله داخل معكم في الامتحان النهائي. هلأ ليش من نص خمسة؟ لأنتم أنتم تقريباً من بداية شهر ستة رح تبدأوا بالامتحانات النهائية، وبعد نص خمسة أنتم أساساً كل المدارس تقريباً المفروض تكون انتهت من فصل أو من امتحان الشهر الثاني. الشهر الثالث الحمد لله أنه أساساً ما في امتحان، رح يكون مشاركة، كويزات صغيرة، يعني أشياء سهلة. فكونوا معنا يا تامن أهم شيء بحصص المراجعة من بعد نص خمسة بإذن الله تعالى، بالإضافة إنه حصصنا رح تكون أطول علشان نغطي المادة أكتر براحتنا. تمام مس، ببلش من 7/6، صحيح هو ببلش من 7/6، في بعض المدارس رح تقدم بعض الامتحانات زي المهني والمالية، بعض المدارس رح تقدمها، فرح يكون أساساً معكم وقت. والحاسوب، صح يارا، والحاسوب مهني مالية، هاي المواد السلسة والسهلة رح تكون بنهاية شهر خمسة بداية شهر ستة، صحيح. هلأ أيضاً الحاسوب في معلمات، يعني بعض المدارس بيعطوها عن طريق العملي، تقديم عملي. رند احكي لي أشياء من سؤالك. مس بس يمكن عند الأعداد المركبة تعطيني إعراب 12 لأن مش فاهمها. تمام. هلأ رند عندك العدد 12 بيختلف عن الأعداد. هلأ كنا نحكي دائما الأعداد من 11 إلى 19 تعرب عدد مبني على فتح الجزئين، صح؟ لكن استثنينا العدد 12، شو رح أعرب العدد 12 يا رند؟ العدد 12 يا مس رح أعربه حسب موقعه من الجملة. الآن لما يكون حسب موقعه من الجملة بس رح أعامله معاملة من؟ رح أعامله معاملة المثنى. طب إيش يعني يا مس معاملة المثنى؟ يعني رح يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. لما أحكي يا رند جاء إثنى عشر طالبا، إيش إعراب إثنى في هاي الجملة؟ مثل إحدى بالطابق؟ لا، إثنى. هلأ أنا طابقتها 12 طالباً، طابقتها في كلا الجزئين، بس بدي إعراب إثنى، إيش موقعها الإعرابي يا رند؟ جاء فعل، من الذي جاء؟ إثنى غزل ممتازة، إذن فاعل ما به؟ مرفوع. طب إيش علامة رفع العدد 12؟ الألف. طب ليش الألف؟ يلا اكتبوا لي برضو على الشات، ممتازة يا غزل، لأنه ملحق بالمثنى. فرند دائما العدد 12 يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. طب ليش يا مس؟ لأنه ملحق بالمثنى. ممتاز يا زين، ما قرأت اسمك من بداية الحصة، لأنه ملحق بالمثنى.
طيب الآن كيف رح أعرفه؟ حسب موقعه بالجملة. فحكيت لكم من قبل يا تامن بيعتمد على مهارتكم في الإعراب، وعلمتكم إنه من البداية. الآن اعرفوا شو نوع الجملة. الجملة الإسمية إلها أركان محددة، والجملة الفعلية اللي أخذتوها من الفصل الأول برضو إلها يعني أركان معينة. فبناء على نوع الجملة بعرف إعراب الكلمة المخطوط تحتها. تمام يا رند؟ تمام، يعطيك العافية مس. الله يعافيك يا مس. ديما إيش سؤالك يا مس؟ بس ممكن تقولي الملزمة؟ هلأ الملزمة إذا بدنا نحلها إن شاء الله الأسبوع الجاي، لأنه اليوم نحن محضرين عن المفعول المطلق. تمام؟ تمام. لأنه شكرا أنا شكرا. القاعدة صراحة أنا بحل الملزمة في الحصة الصفية، لكن القاعدة أهم. يارا شو هاي الملزمة؟ هاي مس كتاب مراجعة، هو صحيح غزل، هو زي المراجعة كتاب يعني فيه ثلاث بحث فقط، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. أهلا يا آدم. فيها عدد من النصوص، صراحة النصوص أنا شفتها حلوة، خاصة الوحدة الأولى لأنه الإجابة عنها كان بيحتاج زي تفكير ناقد، فإنه كان الطلاب بيحتاج إنهم يفكروا لحتى يجاوبوا عن الأسئلة الموجودة. لكن بالنسبة للقواعد، القواعد اللي فيها سهلة جداً، زي كأنه بنراجع لكن بشكل سريع أشياء مهمة أخذناها سابقاً بتفيدني بالقواعد المطلوبة مني في هذا الفصل. طيب نبدأ. لا يارا ما بعطوهم، أنت بمدرسة خاصة ولا حكومية؟ هلأ نحن في المدارس الحكومية المفروض توزعت على جميع المدارس. الوكالة صراحة ما بعرف، إحنا في مدارس حكومية اتوزعت على جميع المدارس الحكومية من التربية. تمام غزل، مس ممكن مراجعة لنائب الفاعل. هلأ نائب الفاعل متى بيجي يا غزل؟ فقط بعد الفعل المبني للمجهول. ثواني بس بدي أفتح ملف يكون فاضي عشان أشرحها. هلأ عندك يا غزل، أحكي لك بشكل سريع عشان نبدأ نحن كمان اليوم في قاعدتنا. لا يا ديما ما عملنا امتحان، صح، اللي هو ربا للمساند للرياضيات وعربي، صحيح. هلأ دائما يا غزل ركزي معي، في عندي فعل مبني للمجهول، وكلكم يا تامن يعني هاي زي مراجعة سريعة بتهمكم علشان القواعد الإعراب وهاي الأمور. في عندي فعل مبني للمجهول لازم يجي بعده نائب فاعل وليس فاعل. إيش يعني نائب فاعل؟ يعني هو أساساً ما كان فاعل بالجملة الأساسية، ما كان إعرابه فاعل، لكن لما شلنا الفاعل وصار الفعل مبني للمجهول أجت هاي الكلمة حلت محل الفاعل، أخذت موقعها الإعرابي، أخذت حركة الفاعل، لكن هي نائب عن الفاعل، نابت عنها. مثل لما نحكي زي عنا بالحصة الصفية، صح؟ في عنا الملك، ملكة الصف، وفي عنا المساعدة، صح؟ مساعدة ملكة الصف. فالآن لما تغيب المسؤولة عن الصف كامل بتنوب عنها نائبة ملكة الصف. نفس الشيء عنا يا ثامن نائب الفاعل، لما يغيب الفعل عن الجملة بيجي نائب فاعل، بس متى بيجي؟ بعد الفعل المبني للمجهول. طب يا مس كيف رح أعرف الفعل هل هو مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم؟ لا يا تمام، الحصة ساعة، آدم رح ناخذ المفعول المطلق. هلأ بس بدي أبين لكم كيف بدي أعرف الفعل المبني للمجهول. بالماضي ممتاز يا يارا، مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. بالمضارع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. مثل لما أجي أخذ الفعل درس والفعل يدرس، هل حدث عليها أي تغيير في الحركات؟ لا. لكن نيجي نبني للمجهول، بالماضي رح يصير عندي دو ري سا، ضميت الأول
كسرت ما قبل الآخر. فأساساً كانت درس محمد الدرس، صح؟ رح أشيل الفاعل درس، الفاعل رح يصير مجهول والمفعول به رح يصير نائب فاعل، درس الدرس. فبعد هذا المبني للمجهوليات تاماً أجا عندي نائب فاعل مرفوع. شو يعني نائب فاعل؟ يعني هو بالأساس ما كان فاعل، لكن بالمبني للمجهول حل محل الفاعل وأخذ حركته الإعرابية. أيضاً يدرس رح يصير عندي يدرس. إذن أهم شيء يا غزل وباقي الطلبة إنه بالفعل الماضي المبني للمجهول مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، أما بالفعل المضارع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر. إيش بيجي بعد هدول الفعلين المبنيين للمجهول؟ نائب فاعل. وصلتك يا غزل؟ ممتاز. طيب هلأ تامن علشان برضو اللي لسه عندهم امتحانات، نحن الأسبوع الماضي يا مس راجعنا جميع الدروس اللي أخذناها أيضا للقواعد، فأعطيتكم امتحان. هلأ بالنسبة للطلاب اللي لسه بدهم مراجعة لقاعدة معينة أو درس معين، كل شيء يا مس موجود على اليوتيوب. فبالنسبة لليوتيوب يا تامن هلأ ببعث لكم الرابط أيضا، فبإمكانكم تدخلوا على قناة اليوتيوب وتحضروا جميع الدروس السابقة. بس ثواني. عفواً يا غزل. عفواً يا يزن. هلأ خلونا نبدأ بقاعدتنا المهمة لليوم، آخر قاعدة راح تكون أي أسبوع. مو فاهمي يا ياسو، هاي بعتنا لكم يا مس رابط قناة اليوتيوب. قاعدتنا اليوم هي آخر قاعدة في كتاب القواعد، سهل جدا 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 يا تامن، بس بدي تركزوا معاي فيها، يعني بس بكم أمر حتى أفرق الغاية والفائدة من هذا المفعول المطلق. تمام؟ أخذت سابقاً المفعول به وكان منصوب، وأخذت أيضاً المفعول لأجله وكان منصوب. حكينا المفعول لأجله هو كانت كلمة بتيجي بتبين سبب وقوع الفعل. ممتاز. الآن أحسنت يا نور، الآن بدنا نحكي عن المفعول المطلق. بدي أحكي لكم معلومة مهمة جداً، إنه جميع المفاعيل باللغة العربية منصوبات، كل المفاعيل، مفعول لأجله، مفعول به، مفعول مطلق، مفعول فيه، كلهم يامس رح يكونوا المفاعيل منصوبات. إذن بكتشف أول شيء. نعم يا ياسو، آخر فيديو كان نازل الأسبوع الماضي هو الأسبوع التاسع. طيب، أو اللي هو حصة المراجعة كانت. عفواً، المفعول المطلق بكتشف إنه القاعدة الأولى إلي إنه دائماً منصوب. هاي أخذنا أول شغلة. طيب، نيجي نتفق على شيء آخر يا تامن. أنتوا أكيد الصوت بيقطع تامن؟ لا لا ممتاز. رند حاولي مس تغيري مكانك علشان الصوت ما يكون بيقطع عندك. طيب المفعول المطلق حكيت أول شيء بكتشف إنه دائما منصوب، هاي الأمر نحن اتفقنا عليه. ممتاز. الأمر الثاني، مين فيكم يا تامن ما بيعرف إيش معنى المصدر الصريح؟ كل شيء أو المصدر أخذتوه كاملاً بالصف السابع. نتفق على شغلة، المصدر هو عملية الشيء.
شو يعني يا مس لما تيجي تحكي لنا المصدر هو عملية الشاء؟ لما أجي أحكي لكم يا ثامن قرأ عملية ماذا؟ يلا يا ثامن عالشات. القراءة، ممتاز. إذن قرأ عملية القراءة. طيب درس عملية ماذا؟ الدراسة، أحسنت يارا ويزن، تمام. ران، ديما، ممتازين. إذن أول شغلتين بدنا نتفق عليها إنه المصدر هو عملية الشاء. طب إيش يا مس بده يفيدني هذا المصدر؟ رح يفيدني بالمفعول المطلق. كل المفعول المطلق هو أساساً مصدر، وهذا المصدر بيكون منصوب. طيب نيجي نبدأ بالمفعول المطلق بالطريقة السهلة والسلسة يا تامن اللي الآن بدنا نشرحها فيها حتى تضلها عالقة بأذهانكم، حتى انتوا لخصوا يا مس. ممتاز يا نور. المصدر هو اسم بدل على حدث غير مقترن بزمن، أحسنتي، وبدل على عملية الشاء. نضيفها إنها بدل على عملية الشاء. وبالصف السابع احفظوا يا تامن أوزان المصدر الرباعي. طيب بالنسبة يا تامن الآن نبدأ بالمفعول المطلق. أول شيء، أول كلمة هو مصدر. إذن المفعول المطلق هل هو فعل؟ لا. هل هو حرف؟ لا، هو مصدر، والمصدر اسم. طب هذا المصدر إيش ماله يا سابع؟ ثامن، منصوب. إذن أول شيء اتفقنا إنه مصدر، وهذا المصدر منصوب. أحسنت يا يارا ويزن، ممتازين. طيب اتفقنا على شغلتين، مصدر ومنصوب. هذا المصدر المنصوب من وين بجيبه يا رابع ثامن؟ أنا يعني صغرتكم 4 سنين. هو مصدر ومنصوب، طب من وين بنجيبه؟ من الفعل اللي أجا في بداية الجملة. شكرا يا يارا. إذن أنا بشتق هذا المصدر المنصوب من الفعل اللي أجانا في بداية الجملة. نعطي مثال قبل ما أدخل بأنواع المفعول المطلق. يعني لما أجي أحكي جلسة، أعطونا حدا، يزن من الشباب اللي معنا، جلس يزن على المقعد جلوسا. هلأ جلس عملية ماذا يا ثامن؟ أحسنت يا يارا، عملية الجلوس. أول شغلة، إذن كلمة جلوسا مصدر، وهذا المصدر يا ثامن منصوب. طب أنا من مين اشتقيته؟ بدي أفعل اللون النهدي. لاحظوا معاي، عندي جلسة فعل وجلوسا مصدر، إذن لازم يا ثامن إنه يكون هذا المصدر المنصوب حتى أعتبره مفعول مطلق اشتقيته من نفس الفعل اللي جاء في بداية الجملة. إذن نتفق على شغلة، نعم يا غزل، يعرب مفعول مطلق منصوب كونه إحنا يا مس بنحكي إنه مصدر منصوب، إذن في إله إعراب. كونه كلمة منصوب، إذن موقع الإعراب دائما منصوب، وبعربه عادي يا مس، مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه حسب العلامة الإعرابية اللي عنا. إذن هو مصدر وهذا المصدر منصوب، وأنا بشتق من اللفظ اللي كان أساساً فعله كان موجود بالبداية. إذن أنا بشتق من الفعل اللي جاء في بداية الجملة. أيضاً نأخذ مثال ثاني، استخدمت الكتابة استخداماً. استخدم عملية ماذا يا ثامن؟ الاستخدام، ممتاز يا يارا. طيب استخدم فعل واستخدام مصدر، وهذا المصدر بكتشف إنه جاء منصوب. إذن إيش رح تكون عندي كلمة استخداما موقعها الإعرابي؟ مفعول مطلق
لا يارا، مو مفعول به، مفعول مطلق منصوب، اسمه مفعول مطلق. يعني أسهل لكم إياها، إنه أنا أطلقته من نفس الفعل اللي جاء عادي يا يارا. لسه نحن بناخد القاعدة جديد، زي كأنه أنا أطلقت هذا الفعل، هذا المصدر من الفعل اللي جاء في بداية الجملة. لهون يا تامن هذا فاهمينه عشان نبدأ بأنواع المفعول المطلق. ديما أرجع أعد لك إياها، البقية الحمد لله. طيب الآن ديما، في عندي المصدر هو عملية الشاء، صح يا ديما؟ هذا المصدر أنا غالباً بشتقه من الفعل اللي أساساً بيكون الجذر الثلاثي منه. هلأ عندي شاء باللغة العربية اسمه المفعول المطلق، بضيفها على المفاعيل اللي أنا بعرفهم، بعرف المفعول به وبعرف المفعول لأجله. برضه هاي رح ناخد نحن بالصف الثامن المفعول المطلق، ورح تاخدوا بالصف التاسع المفعول معه، ورح تاخدوا أيضا المفعول فيه. يعني أنا كل المفاعيل يا تامن اللي عندي باللغة العربية دائما منصوبة، تمام؟ هذا المصدر أنا بشتقه من مين يا ديما؟ المصدر اسم أساسا، يعني أنتوا لازم تكون عارفين المفاهيم الأساسية باللغة العربية. هلا المصدر أنا من وين بشتقه يا ديما؟ من الفعل. طيب أحسنت يا غزل. الآن عندي المفعول المطلق هو مصدر، وهذا المصدر لازم يكون منصوب، وبشتقه من الفعل اللي أجا بالبداية. إذن لازم يكون الفعل اللي أجا ببداية الجملة والمصدر المنصوب الاثنين من نفس الجذر. لما أحكي جلس جلوس، إذن من الجذر جلس، أو حتى يجلس جلوسا من الفعل جلس أو من الجذر جلس. يستخدم استخداما من الجذر خدم، إذن الاثنين لازم يا مس يكونوا من نفس الجذر. لا يا غزل، المصدر اسم، المصدر. الآن جلوسا، الجلوس قبلة ال للتعريف ولا لا؟ إذن هي اسم. استخداما، الاستخدام، بالإضافة إنه فقط الاسم يا ثامر اللي بقبل تنوين الفتح، كونه عليها تنوين أو تنوين التنوين كله بشكل عام، كونه عليها التنوين إذن هي اسم. لهون تمام يا تامن؟ ممتاز. هلأ عندي ثلاثة أنواع للمفعول المطلق. ممتاز يا نور، أحسنتي. الآن عندي النوع الأول، بدنا نفعل الأصفر، النوع الأول المؤكد للفعل، والنوع الثاني المبين للنوع، والنوع الثالث المبين للعدد. رح يكون في عندي يا ثامن طريقة سهلة جدا موجودة ملخصة بنهاية هاي الصفحة كيف أميز بين كل واحدة فيهم، لكن خليني أجمعهم كلهم الآن ونتدرب على المفعول المطلق قبل ما أتدرب على تمييز أنواع المفعول المطلق. نشوف الآن يا تامل، انطلق فعل ماضي، عملية ماذا؟ إيش الممتاز يا يارا؟ إذن المصدر منها انطلاق. بلاحظ يا سامن، انطلق الصاروخ انطلاقاً، انطلق انطلاق من نفس الفعل، إذن أنا اشتقيتهم من نفس الجذر. إذن يا سامن قبل ما نبدأ يا يارا في الأنواع، إنه أنا عندي كلمة انطلاق مصدر، وهذا المصدر منصوب، وأنا اشتقيته من نفس الفعل اللي أجا في البداية، إذن عنا مفعول مطلق. طب إيش رح أعربه يا مس؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح أو الفتحة.
غزل المفعول به المفعول المطلق المنصوب يا مس اللي هي انطلاقا، المصدر اللي بيجي في النهاية هو المفعول المطلق. كيف مفعول مطلق؟ أنا اشتقيته من نفس الفعل اللي أجا في البداية، انطلق انطلاقا، نجح نجاحا، نام نوما، درس دراسة، أكل أكلا، قام قياما، استمتع استمتاعا. مفهوم يا ثامن؟ إذا لازم المفعول المطلق يكون مصدر من نفس الفعل اللي أجا في البداية. ديما المفعول المطلق هيو لسه بنحكي، هو المصدر اللي بيجي مشتق من نفس الفعل اللي أجا في البداية. ركزي معايا ديما، انطلق، نعم شربت شرابا، بس التنوين يعني شرابا مش بالنون يا رند، بالألف مع تنوين النصب. طب انطلق عملية الانطلاق صح، ونجح عملية النجاح، ونام عملية النوم. هذا المفعول أو المصدر اللي بيجي منصوب وأساسا مشتق من نفس الفعل اللي أجا في البداية يا تامن، إذن هو مفعول مطلق. ممتاز يا ديما، أحسنتي. شرب محمد شربا، كلمة شربا هاي مفعول مطلق منصوب. طب ليش يا ديما مفعول مطلق؟ لأنه مصدر اشتقيته من الفعل اللي أجا في البداية. تمام؟ ممتاز. الآن أيضا ناخذ أمثلة ثانية بدون لسه ما دخلنا بأنواع المفعول المطلق وكيف أميزهم. أحسنت يا نور، ممتازة. الآن ركزوا معي يا تامن، انطلق الصاروخ انطلاقا سريعا، انطلق فعل ماضي، انطلاقا هو مصدر أخذتها من الفعل انطلق صح؟ نجح نفس ما حكينا قبل، ونام أيضا نفس الشيء، نام نوما، نجح نجاحا، انطلق انطلاقا. أيضا هون سجد سجدة، إذا سجد عملية السجد. ثامن فاهمين أول شيء إيش يعني المصدر؟ ممتاز، خلص. أهم شيء إنكم تكونوا عارفين إنه المصدر أنا اشتقيته من الفعل اللي أجا في البداية. إذا الاثنين يا تامن مو من نفس الجذر أو مو من نفس الحروف الأصلية مش مفعول مطلق. إذا لازم إنه الاثنين يكونوا من نفس الحروف الأصلية. طيب نيجي للأنواع. حكينا في عندي نوع اسمه مؤكد للفعل، وعندي نوع اسمه مبين للنوع، وعندي نوع اسمه مبين للعدد. نبدأ بالمؤكد للفعل لأنهم كلهم سهلين، رح ناخذ بس طريقة سهلة وسلسة أميز فيهم. نور أحسنتي، ممتازة. طيب الآن انطلق الصاروخ انطلاقا، عادي يدي منعم أكتبي، ونجح المجتهد نجاحا، ونام الطفل نوما. هل يا ثامن المفعول المطلق هذا المصدر المنصوب اللي حددناهم بالدائرة تمام، هل أجا بعدهم كلمة؟ لا. ممتازين، هي أول شغلة. طيب هل انتهوا بالتاء المربوطة؟ لا. طيب إذن هدول الكلمات ديما أحسنتي، احترم الطالب المعلمة احتراما، هل بعد كلمة احتراما برضو كتبتي لي جملة أو كلمة؟ لا. إذن المؤكد للفعل يا ثامن ما بيجي بعده لا كلمة بتكون صفة لهاي المفعول المطلق
ولا رح يجي عندي مضاف إلى، تيجي عادي فعل وأي أركان الجملة اللي عنا بعدين المفعول المطلق. أهلاً يا سلاف. إذن يا ثامن، لا ممنوع يا ديما المؤكد للفعل يجي بعده نعت. إذن المؤكد للفعل عادي بيجي عندي مفعول مطلق، وممنوع يجي بعده لا. نعم هو تأكيد وقوع الفعل يا ربا، نفس الشيء، لا بيجي بعده مضاف إلى ولا بيجي بعده صفة ولا بيرتبط فيه التاء المربوطة. اتفقنا على هاي الأمر يا ثامن؟ هلأ لما نبلش نحل بالأسئلة رح تكونوا متأكدين منها. لا يا مس، هاي مو آخر حصة، لسه ضايل عنا حصص المراجعات مطولين. طيب إذن المؤكد للفعل ما في تاء مربوطة، ما في بعده مضاف إلى، ولا في بعده صفة أو نعت. طب نيجي للمبين للنوع. هلأ المبين للنوع، نلاحظ أنا حطيت على نفس الأمثلة بس زدت عليها شوي. المراجعات يا ديما بعد نص خمس إن شاء الله. انطلق الصاروخ انطلاقاً سريعاً، نجح المجتهد نجاحاً باهراً، نام الطفل نوم المجهد. هلأ رح أحكي لك يا يارا إيش بيجي الأسئلة على هدول، بس المهم خلينا نتمكن من أنواع المفعول المطلق. طيب لاحظوا أنه أنا كررت نفس الأمثلة بس إيش ضفت بعدها كلمات. هل هاي الكلمات انتهت بالتاء المربوطة؟ لا، ممتازة. بس بلاحظ إنها الجملة الأولى انطلاقاً هي المفعول المطلق، بس سريعاً إنه أنا وصفت أو أعطيت صفة ونعت لهاي الانطلاقة إنها كانت سريعة. إذن هون إيش بعدها يا ثامن؟ صفة. طيب نجح المجتهد نجاحاً باهراً، كلمة نجاحاً اتفقنا من الأمثلة السابقة إنها مفعول مطلق. هلأ بحكي لك يا غزل إيش النعت. النعت هي صفة بعطيها للشيء الموصوف، مثل لما أحكي غزل فتاة مجتهدة، أنا إيش وصفت غزل؟ بإنها مجتهدة صح؟ أو غزل فتاة جميلة، أنا أعطيتك صفة إنه أنت جميلة. فالنعت هو نفس الصفة، النعت رح تاخدوه بالصف التاسع، بس بهمني تعرفوا إنه صفة للشيء، يعني أنا وصفت هذا الشيء بإنه جميل، سريع، باهر، ناجح، أي صفة ممكن أعطيها للشيء اسمها صفة أو نعت. فالآن أنا بإيش يا ثامن وصفت النجاح؟ بإنه باهر. لا يا سلاف ما حيكون في عندنا كويز اليوم. بإنه هذا النجاح ما به كان باهراً، باهر يعني جميل، ويعني شيء كان فوق العادة. فالآن باهر كانت صفة للنجاح. طب نام الطفل نوماً، الآن هون ما كان جاي بعدها كلمة، لكن هون يا ثامن إيش صارت عندي؟ نام الطفل نوم المجهد، نكرة زائد معرفة. هاي المعرفة إيش عندي يا ثامن بتصير؟ يلا يا ثامن. لا مو صفة يا يارا، نكرة زائد معرفة وهيها مجرورة. المعرفة هاي إيش بتكون؟ أحسنتي يا غزل، مضاف إلى. على الساعة 4 يا سلاف رح تخلص إن شاء الله. ممتازة، إذن مضاف إلى مجرور، أحسنتي أيضا يا تمام. طيب بلاحظ بالمبين للنوع، تكرمي يا رند، هيني بدي أعيدها.
بلاحظ يا تامن إنه بالمبين للنوع تمام في عندي مفعول مطلق، أنا اشتقيت هذا المفعول المطلق من الفعل اللي أجا في البداية، بس إيش أجا بعده؟ إما يا تامن رح يجي بعده، دائما حيجي بعده كلمة، هاي الكلمة إما رح تكون يا تامن صفة للمفعول المطلق، أو رح يجي عندي بعدها مضاف إلى. إذن انطلق الصاروخ انطلاقا سريعا، المفعول المطلق عندي كلمة انطلاقا، تمام؟ طيب هاي الانطلاقا يا ثامن أنا بإيش وصفتها؟ هل كانت انطلاقا بطيئا، سريعا، جميلا؟ أنا أعطيتها صفة إنها كانت سريعة، فأنا وصفتها بإنها سريعة فأجت بعدها صفة ممتازة. نجح المجتهد نجاحا باهرا، ممكن أنا أحكي نجاحا باهرا، متألقا، جميلا، أنيقا. أنا بشو وصفت هذا النجاح؟ بإنه كان هذا النجاح باهر، يعني على غير العادة. طب اللي بيجي بعده هاي الصفة اللي بتوصف المفعول المطلق يا ثامن اسمه مبين للنوع. المثال الثالث، نام الطفل نوم المجهد. دائما كنت أحكي أي نكرة زائد معرفة إيش شكل عندي؟ إضافة، يعني هنا صار عندي مضاف والمعرفة مضاف إلى. فالمفعول المطلق يا ثامن اللي بيجي بعده أيضا مضاف إليه بسميه مبين للنوع. افهمنا يا ثامن إيش الفرق بين المؤكد للفعل والمبين للنوع؟ ممتاز، أخذنا التمييز يا غزل، حكينا معدود الأعداد من 11 إلى 99 تمييز منصوب. إذن المؤكد للفعل والمبين للنوع بيشتركوا بشغلة واحدة، إنه التنتين يا تامن ما بيجي معها تاء مربوطة ولا حتى تاء مبسوطة، تمام؟ طيب بس إيش رح يختلفوا عن بعض؟ إنه المؤكد للفعل ما رح يجي بعده لا مضاف إليه ولا رح يجي صفة، بس المبين للنوع. طب إيش يعني يا ثامن مبين للنوع؟ عشان أسهلها عليكم أيضا، الآن لما حكيت لكم انطلاقا سريعا حكيت لكم إنه بين شو نوع هذا الانطلاق، يعني ممتاز يا غزل ببين إيش نوع الانطلاق، هل كان سريع، جميل، بطيء، كبير، صغير، أيا كان أنا بينت نوع هذا الانطلاق إيش كان. ولما حكيت نجاحا باهرا حكينا إنه رح يكون ببين إيش نوع هذا النجاح، هل هو باهر، هل هو كبير، هل هو جميل، هل هو متألق، كان ببين نوع هذا النجاح إنه باهر. وأيضا لما حكيت نام الطفل نوم المجهد، يعني أنا بينت إيش نوع نومة هاي الطفل، المجهد اللي هو التعب يعني اللي أجهد التعب. فالآن يا ثامن ممكن أحكي نوم السعيد، نوم الحزين، نوم المجهد، بس أنا بينت إنه نوع نومته بالضبط كانت نوم المجهد. مفهوم هاي يا ثامن؟ ممتاز. نيجي يا ثامن للمبين للعدد. ثامن اكتب كل شيء انا بكتب لكم اياه، ممتاز يا يزن، كل شيء بكتب لكم اياه اكتبوه، رح يسهل عليكم جدا. اول شيء لما المعلمه او الاستاذ تشرحها في الحصه الصفيه رح يكون في لكم تفاعل. ثاني شيء، احسنتي يا نور، ممتاز، نور فاهم الدرس ممتاز.
ثاني شيء يا ثامن، بيساعدكم لما تراجعوا القاعدة سواء كان مراجعة الدراسة أو مراجعة للامتحانات. نجي للنوع الأخير السهل جدا جدا جدا. ممتاز يا غزل. نيجي للمبين للعدد. ايش يعني مبين للعدد؟ يعني هذا إما رح ينتهي، ثواني بس بدنا نفعل القلم، نعم، إما رح ينتهي بالتاء المربوطة أو بالتاء المبسوطة أو بيكون مثنى. ممتاز، يعني ببين عدد مرات وقوع هذا الفعل. هل وقع مرة واحدة؟ هل وقع مرتين؟ ولا وقع عدة مرات، ثلاثة فأكثر؟ طيب، لما أجي أحكي يا ثامن حكيت لكم المؤكد للفعل والمبين للنوع ما فيهم التاء المربوطة. طب ليش يا مس؟ لأنه رح يكون نوع اللي فيه التاء المربوطة مبين للعدد. فالآن لما أجي أحكي سجد الرجل سجدة، هلأ سجد عملية السجد، تمام؟ فسجد الفعل وسجدة هي المصدر المنصوب اللي هو أساساً لازم نعربه مفعول مطلق. طب إيش فائدة هذا المفعول المطلق؟ أحسنت يا يزن، بيّن عدد مرات السجود إنها كانت مرة واحدة. إذن اللي بينتهي بالتاء المربوطة هذا مبين للعدد، واللي بيكون مثنى أيضاً مبين للعدد. فالآن لما أحكي سجد الرجل سجدتين، فكلمة سجدتين يا ثامن دلت على مرات وقوع الفعل. كم مرة وقع هذا الفعل؟ مرتين. طيب الآن المفعول المطلق هون بدنا نحط ملاحظة مهمة. المفعول المطلق هون يا ثامن إيش صار؟ مثنى، والمثنى منصوب بماذا؟ بالياء، تمام يا ثامن؟ ما ننسى الملاحظة المهمة إنه المثنى منصوب بالياء. طيب بدي حدا منكم الآن رح من اللي رافعين أيديهم يعرب لي كلمة سجدتين. يلا يا ثامن. رنيم، إيش رح أعرب سجدتين يا رنيم؟ يزن بدوي، يزن غزل. مثلا أنا مو متأكد بس هحاول. مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. أنت ممتاز جدا يا غزل. الآن إذا كلمة سجدتين لأنها كانت مثنى، كل المفعول المطلق منصوب بالفتحة صح؟ لكن الآن ليش أعربتها؟ ممتازة يزن، عاد فتحت لك والله يا مس المايك. هلأ رح أتركك للمثال اللي بعدها. الآن كلمة سجدتين لأنها دلت على مرتين وقوع الفعل فصارت مثنى، فهون صار عندي مفعول مطلق منصوب، لهون نحن متفقين. لكن شو علامة النصب بدل الفتحة؟ الياء، لأنه مثنى. ممتاز يا تمام ويا رنيم. طيب الآن حكيت أيضا يا تامن اللي بينتهي بألف وتاء هاد مبين للعدد. ليش؟ لأنه رح يكون العدد ثلاثة فأكثر. لما أجي أحكي سجد الرجل سجدات، فكلمة سجدات هي مصدر وهذا المصدر انتهى بألف وتاء، يعني رح يكون مبين للعدد. فبين لي يا ثامن إنه عدد السجدات كانت ثلاثة فأكثر. طب شو اللي عرفني يا ثامن إنها ثلاثة فأكثر؟ لأنه أساساً الجمع يدل على ثلاثة فأكثر.
بالإضافة إنه هذا نوعه جمع مؤنث سالم. طيب بدي أحط أيضاً ملاحظة مهمة جداً جداً جداً، جمع المؤنث السالم ينصب بماذا يا ثامن؟ يلا حكولي على الشات. لا يا يارا مو بالألف، ينصب بإيش؟ بالياء. لا ولا بالياء. لا يا يزن مو بالتاء. زين ممتاز. زين أحسنت أحسنت أحسنت. إذن ينصب بالكسرة، مش أنتوا عندكم يا ثامن. أحسنت يا حمزة أيضا، ينصب ويجر بالكسرة. رنيم، إذن أنتوا عندكم يا ثامن جمع المؤنث السالم هو الجمع اللي بينتهي بألف وتاء لكنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. فما ننسى يا مس إنه جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. هلأ يزن بده يعرب لي سجدات إعراب تام. يلا أعرب مس. يلا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت يا يزن. إذن مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الكسرة. لماذا الكسرة يا ثامن؟ لأنه جمع مؤنث سالم. رح أنزل شوي في الصورة لأنه موجود آخرها تلخيص كل نوع من أنواع المفعول المطلق. إذن يا ثامن يا حلوين، عندي المفعول المطلق يا مس ضروري جدا تكتبوا كل الملاحظات بطريقة يعني واضحة عشان لما تراجعوها. الآن المفعول المطلق مصدر، والمصدر كيف بكتشفه؟ عن طريق عملية الشيء. جلس جلوسا، قرأ قراءة، استمتع استمتاعا، أخرج إخراجا، تمام؟ هذا المصدر ممتاز يا يارا، نام نوما. هذا المصدر المنصوب يا تامن دائما بشتق من جنس الفعل اللي أجا في البداية. يعني أنا ما بيصير أجي أحكي جلس قياما. هلأ كلمة قياما مش مفعول مطلق لأنه أنا ما اشتقيته من الفعل اللي أجا في البداية اشتقاق من نفس الجذر. ممتاز. لكن لو أحكي قام قياما ممتاز، شرب شربا. إذن ضروري جدا يا تامن يكونوا من نفس جنس الفعل اللي أجا في البداية. طيب هلأ بالنسبة لأنواع المفعول المطلق، في عندي ثلاثة أنواع. إما بسميه مؤكد للفعل، أو بسميه مبين للنوع، أو بسميه مبين للعدد. نلاحظ كل مثال منهم بطريقة سهلة. المؤكد للفعل يا تامن أول شيء ما في معه التاء المربوطة ولا حتى التاء المبسوطة، إذن الشرط الأول ما في معها تاء. الشرط الثاني يا تامن إنه ما بيجي بعدها لا صفة هيها غير موصوف ولا مضاف، يعني ما بيجي بعده. ممتاز يا يزن، زي ما حكينا يزن يعني بيجي سادة مفرد لا بيجي مع صفة ولا بيكون مضاف ولا بختم ولا مثنى ولا جمع، هيك سادة زي ما احنا. ممتاز، سادة زي ما احنا جبناه من البداية، انطلق عملية الانطلاق إذن انطلاقا، نجح عملية النجاح إذن نجاحا. تمام يا تامن؟ سؤال. ثلاثة سؤال. مثلا لكل نوع في إعراب ولا كلياتهم إعراب؟ لا. واحد كلهم يا غزل بيكونوا إيش؟ مفعول مطلق، بس اللي بيجي بعده مضاف إليه لازم أضيف عليه وهو مضاف، ضروري جدا. لأنه دائما نحن بنحسب على الإعراب علامة والكلمة مضاف علامة.
أوكي، مثلا أنا عندي سؤال على قاعدة العدد والمعدود. تمام. هلأ بس ثواني أخلص آخر شيء ورح أخذ سؤالك يا غزل، تكرمي. طيب إذا يا ثامن، المؤكد للفعل ما بيجي بعده صفة، ولا بيجي بعده مضاف إليه، ولا بيكون مختوم بوحدة من التاءات المربوطة أو المبسوطة، ولا هو مثنى ولا هو جمع. طيب لكن المبين للنوع، هل هذا الشيء يا ثامن إله دخل بالإعراب؟ لا، هذا بس علشان يا مس نستخرج نوع المفعول المطلق، ولا كل الأنواع بيكون مفعول ثامن الصوت بيعلق، كلهم بيكون مفعول مطلق منصوب. ممتاز. إذا المبين للنوع رح يجي بعده صفة أو مضاف إلى. إذا إما يا ثامن رح يكون موصوف، يعني إله صفة معينة أنا أعطيته إياها، أو بيكون بعده مضاف إلى. هلأ فقط بناء على سؤال برضو غزل، بالمضاف إلى الآن بيكون عندي مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ضروري أضيف على الإعراب إذا أجا نكرة معرفة وهو مضاف يا ثامن. طيب المبين للعدد لازم ينتهي إما بالتاء المربوطة أو بالتاء المبسوطة اللي هي جمع المؤنث السالم، أو بالتثنية. تمام يا يارا؟ عادي ما في مشكلة، بس المهم إنه الآن فاهمة علينا. سلاف ما في مشكلة يا مس. طيب هلأ الآن اللي بيبين عدد مرات وقوع الفعل، إما وقعت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة فأكثر، اللي بتنتهي بالتاء المربوطة بتدل إنه الحدث وقع مرة واحدة، مثل انطلق الرجل انطلاقا، سجد الرجل سجدة، قرأ المعلم قراءة. إذن هاي بيّنت عدد مرات وقوع الفعل، واللي فيها تنتين سجد الرجل سجدتين، قرأ المعلم قراءتين، كتب الطالب كتابتين. بس حكينا ملاحظة مهمة إنه المثنى ينصب بالياء. أحسنت يا يارا. والآن اللي بيكون ثلاثة فأكثر لازم يكون جمع مؤنث سالم. طيب الآن جمع المؤنث السالم حكينا يجر بالكسرة. ممتازة. إذا يجر بالكسرة عوض، أو ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة. ممتاز. طيب الآن يا ثامن، حدا عنده أي سؤال على المفعول المطلق؟ نحن رح نحل أسئلتها بإذن الله المرة الجاي، لكن الآن الدرس كامل من إعراب والأنواع، سهل ولا لا؟ ممتاز يارا، سهل. البقية رند سهل الحمد لله، حمزة سهل. ممتاز أنت يا حمزة. يزن إيزي. تمام. الآن إحنا حصص لغة عربية يا يزن، المفروض تكتب لي في اللغة العربية. ليش يا سلاف صعبة؟ في حدا صار عندي ما شاء الله صيني زين، أعتقد زين هو بحب الكوري فهو كاتب لنا بالكوري، الله العليم إنه كوري يعني صراحة. ياباني زين بضل يضحك صح. هلأ زين لازم تكتب لنا أيضا باللغة العربية صح، كلامنا الحصة لغات. طيب هلأ بس بدي أشوف غزل، إيش عندك يا مس سؤال على الأعداد المركبة عشان إن شاء الله ننهي الحصة؟ بتمنى يا تامن إنه تكون الحصة كانت سهلة عليكم كتير. لا يا زين ما بدنا إياك تزعل، بس المهم إنه نحن نتعلم اللغة العربية أهم من اللغة اليابانية.
اتمنى انه كانت القاعده سهله عليكم، فهمتوها وتمكنتوا من الاعراب. الحصه الجاي ما عندنا مشكله، بنحل جميع الاسئله، المهم اني افهم بدايه القاعده. طيب غزل، ايش سؤالك يا مس؟ الحصه الجايه حمزه اكيد يوم السبت الساعه 3، نحن كل يوم سبت الساعه 3 حصه اللغه العربيه. مس هلا سؤالين، واحد بالكتاب وواحد بالقواعد. نعم. مس هلا بالقواعد، جاءت وحطيت المس 18 موظفة، هاي كيف حنكتبها؟ جاء 18 موظفة. أوكي، والإعراب؟ الآن الإعراب عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. أوكي، مثلا الكتاب من السؤال صفحة 35. احكي لي إيش السؤال، أو ثواني ثواني لو تنتظريني أجيب الكتاب. أوكي عادي. نعم يا غزل.